أهلا بكم في خمسة لصحتك مع دكتور عادل إبراهيم. النهاردة عايز أكلمكم على حاجة علاج لكتير جدا من الأمراض، وحاجة ملهاش يعني بديل في أي حاجة، وحاجة احنا بناكلها بس بناكلها غلط برضو. فهكلمكم النهاردة عن البصل، أقوى علاج لجميع الأمراض، يعني كل ما تتخيله من أمراض بيعالجها. بس الطريقة بقى إزاي؟ هي تيجي هنا بقى الفكرة. البصل ممكن يتاكل بكل الأنواع، يعني ممكن يتاكل أخضر، ممكن يتاكل زي ما هو كده، لكن في مشاكل منه كتير، يعني ممكن يعمل حموضة، ممكن يعمل انتفاخ، ممكن طعمه مش قد كده، ممكن لازع في البق. لكن الطريقة اللي هقول لكم عليها دي تعتبر أأمن طريقة وأحسن طريقة تاكلوا بها البصل، وعلاج درجة أولى ومحتفظ بكل كيانه. إزاي؟ إحنا بنجيب البصل اللي هو الصغنن، اللي هو الصغير قوي ده، اللي بيبقى يعني محدش بيبصله. البصل ده بنجيبه ونقشره وننظفه ونحطه في صينية بدون أي حاجة، لا ملح ولا أي حاجة، زي ما هو كده، ويخش الفرن يتشوح. البصل اسمه البصل المشوي. البصل المشوي ده قمة الغذاء في كل حاجة وقمة الدواء لكل حاجة. يعالج القولون، يعالج التهاب الرئة، يمنع الكحة، يمنع التهاب الزور، يدي مناعة للسماء، يعالج أمراض كتيرة جدا لا تحصى، يعالج البروستاتا، يعالج التهابات بطنة الرحم، يعالج التهابات العظام، فوائد لا تحصى. فأنا مش عايز أضيع وقتكم في الكلام الكتير اللي هو يعني مش جايب همه، لكن انتوا جربوه. تشوي البصل ده كل يوم على الأقل 2-3 تاكلوها في أي وقت وعلى معدة فاضية. أنا أعرف ناس بيأكلوا البصل المشوي ده بس، وده له نظام معين في التخسيس، وشرحته عند ناس عندي في الصيدلية للتخسيس، جاب فايدة روعة. أسلوب التخسيس بالبصل المشوي فقط بدون أي شيء تاني، ولا معاه عيش ولا معاه مكرونة ولا رز ولا أي حاجة، والفايدة بتاعته بقى بتبان يعني خفيفة وهادية، وما تأثرش على أي حاجة ولا تعمل أنيميا ولا دوخة ولا أي حاجة. فالأسلوب التخسيس ده له حلقة تانية كبيرة كده وأنا بجهز لها، بس أنا بنصحكم بتناول البصل المشوي وجربه وقولولي في التعليقات فايدته إيه معاكم. مع تحياتي دكتور عادل إبراهيم.